FM. الكلمة ليك. هل في إيران ما نسميه بحالة فورية؟ سيتياسيون ريفوليسيونير ريفولوشن سيتياسيون، نقولها باللغة الأجنبية دائما لأن هذا مفهوم دقيق في العلوم السياسية، بمعنى هل تتوفر الآن ثلاثة عوامل في نفس الوقت؟ هي معارضة شعبية راديكالية تطالب برحيل النظام بدل إصلاحه، لكن مطالبة جارفة، يعني ثم إجماع 60 70 80% من الشعب فعلا هذا رأيه. العامل الثاني في الحالة الثورية حتى يسقط النظام هو تفكك المخب الحاكمة وانقسامها حول نفسها، يعني وزراء يستقيلوا، سفراء يستقيلوا إلى آخره. لكن لاحظنا أنه الآن حتى المحافظون أعربوا عن تضمنهم مع حكومة الإصلاحين التي يقودها روحاني. تعرف الانقسام في إيران هو عادة بين محافظ و لا أقول الليبرالي وإنما متحرر، نعم أكثر انفتاحا، وهو روحاني وكان خاتمي في السابق. إذا العامل الثاني حتى يكون ألخص هو تفكك النخب، العامل الثالث النظام على نفسي، العامل الثالث المحدد طبعا في سقوط نظام أو بقاء هو موقف الجيش والقوات المسلحة. يجب على الأقل إما حياد القوات المسلحة، القوات المسلحة بما فيها الأمن والجيش والحرس الثوري في إيران، أو خيانتها لنظام حتى يسقط. إذا لم تتوفر الثلاث عوامل هذه وفي نفس الوقت لتشكل حالة ثورية، فإن أي نظام في العالم لا يسقط. هنا أتحدث لك على الثورة الفرنسية، الصينية، تونسية، توفرت بشكل جيد العوامل الثلاثة هذه، المصرية أيضا، البقية كما سوريا ما توفرتش فيها الثلاث عوامل، لك شفت النتيجة. ليبيا أيضا ما توفرتش فيها العوامل الثلاثة، أدت إلى حرب أهلية، أدت إلى تدخل حلف أطلسي إلى آخره. إذن في الوقت الحالي من الصعب الحديث عن الحالة الثورية. يعني لن تسقط لن يسقط النظام في إيران خطر ما تتوفرش المعطيات هذه الكل ثلاثة في الوقت الحالي، أو العوارض الثلاثة بعد. أي نعم بالضبط، خاصة العامل الثاني والعامل الثالث هو تفكك المخب الحاكمة وانقسامها حول نفسها. شفنا كيفاش وزراء يستقيلوا، سفراء يستقيلوا، ثم موقف الجيش القوات المسلحة، لأنه ماكس فيبر يقول أن الدولة هي الطرف الوحيد الذي يحق له احتكار العنف الشرعي المسلح. إذا قوات المسلحة بجميع أصنافها تقف إلى جانب النظام، النظام لا يسقط بالطبع. كابا فان الكلمة ليك.